لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. اليوم رح نتعلم كيف نحط ميك اب بسيط للمبتدئين خطوة بخطوة. رح نتعلم أكثر عن الأدوات والفراشة. كتير مهم وجهنا يكون نظيف، مغسلينه بغسول وكمان مرطبينه عشان لما نحط ميك اب بشرتنا تكون جاهزة. هلا أول إشي بدي أحط برايمر. برايمر هو بيكون عبارة عن ليكويد أو كريم، فأنا لما أحط هالقد نقطة قليلة بس بساعدني إنه بحطه قبل الميك اب، بفرده هون، بحسن التكستشر اللي بالوجه وبقلل المسامات، وكمان لما أحط ميك اب بطول لفترة أطول، وكمان بيكون هيك بيس سموذ قبل ما أحط ميك اب. وكتير مهم نحط برايمر، لأنه إذا ما منحط برايمر وحطينا ميك اب بتلاحظوا هيك الميك اب لما نحطه ما بيطلع كتير مزابط. بتأكد فردته كل مكان وبستنى شوي نشوف. وكمان بما إنه إحنا هلا عم نعمل بالبرايمر فبس بدنا نعمل ترطيب شوي للتم. هلا بدي أحط فاونديشن. الفاونديشن بيساعدني إنه بس بوحد كل لون الوجه. أكيد بتقدر تستخدمه يا أما سفنجة أو فرشاي. سفنجة طبعاً بتكون مبلولة، وهلأ لما نحط الفاونديشن بفرجيكم كيف نعملها. بس بدي أحط نقطة، أحط نقطة كتير قليلة على كل منطقة. كتير مهم بس تكون تحاطين نقطة قليلة بعدين بتفردوا. إذا بتحسوا حالكم تحتاجوا أكتر بتحطوا أكتر، وتأكدوا أنكم فردتوا كل مكان على الوجه. كمان مهم لما نعمل فاونديشن بس شوي شعرنا يكون مرفوع عشان ما يجي على الشعر ويوسخه. كثير مهم انه ما يبين فيه خط، فحاولوا تجنبوا هذا الاشي. لما فردت كل مكان بالفرشاي بس بدمج بالسفنجة، وحاولوا بالسفنجة ما تفردوا هيك، طبطبوا وبس انزلوا لرقبتكم عشان ما يبين فيه خط. طبعا اذا لاحظتوا الفاونديشن ما خبى الحب الشباب، بس هو مش مفروض أصلاً يعمل هذا الاشي. الفاونديشن بس هو بيساعدني أعمل توحيد باللون الوجه، يكون كل لون واحد. هلأ بس أجيب كونسيلر نفس لون الفاونديشن، بأخذ نقطة كتير قليلة بأصبعي وبس بحطها على المناطق اللي عند الحب الشباب بس عشان أخفي الحمار، وبتخبوا العيوب الموجودين على الوجه بس أي مكان اللي فيه موجود بوجهكم. بس بدمج بأصبعي هلا بطريقة سريعة، بس بتطب فيها. بدي أحط بس شوي باودر وبس بكل الفرشاي بس عم بفرد على كل الوجه، وهيك عم بيعطي تغطية كمان أكثر. الكونسيلر إحنا بنحطه لنخبي المنطقة تحت العين بتكون سودة عادة، وبتقدروا كمان تخبوا المنطقة اللي عملتها، بس المهم تكون اللون نفس لون الفاونديشن مش نفس لون الكونسيلر. فبس ببلش من هاي المنطقة، وإذا بتلاحظوا هاي المنطقة دائما بتكون أكثر إشي سودة، يعني بتفرد لهون. بحاول اللون يكون هاد أفتح شوي من الفاونديشن بدرجة أو درجتين، فبس بعمل بفرشاي شوي، أو بتقدر أصلا تبلشوا بالسفنجة، بس هيك بعتمد على كل حدا إيش بحب. بس هيك بحس إنه بساعدني أفرد كل منطقة بطريقة إيفنلي. بجيب فرشاي شوي أصغر بس بدخل على المناطق شوي أكثر. كمان فردت هون تحت العين عند العين، فإذا بتلاحظوا هاي العين بينت كثير أوسع برجع بعيد نفس الإشي على العين الثانية. وأنا بعمل عين عين مش مع بعض يعني عشان ما ينشف الكونسيلر معي، وحسب كل كونسيلر يعني في كونسيلر كثير بنشف بسرعة يعني، ودائما حطوا نقطة قليلة لأنه هو أصلا رح يفرد. وإذا حسيت حالكم بدكم أكثر بتزيدوا بعد لما تدمجوا كل شيء. خلوا إيدكم كثير خفيفة لما تعملوا بهاي المنطقة بالكونسيلر، لأنه هاي منطقة كثير حساسة. هلأ بعد ما دمجت كل الكونسيلر بدي أثبت الكونسيلر، فبتقدر تستخدموا يا أما بريس باودر أو لوس باودر عشان نثبت هاي المنطقة. رح أجرب هاد البريس باودر بس بثبت هون منه، بفتح المنطقة كمان وبخليه يطول لفترة طويلة. زي ما حكيت تقدروا تستخدموا يا أما بريس باودر أو لوس باودر، بس المبتدئين بنصح تستخدموا هذا لأنه كتير أسهل، أو بتقدروا تستخدموا اللوس باودر. رح أفرجيكم كيف. بس بنحط نقطة كتير قليلة
بس بفرده هيك وبدمج. هو نفس المفعول يعني، بس حسب ايش انتو بتحبوا اكتر، ايش بتفضلوا. وبس افردوه بالفرشاة عشان ما يكون في اشي زايد. وبالسفنجة هاي اللي عملنا عليها اللوز باودر بتقدروا كمان تحطوا على المناطق اللي هي التيزون اذا عندكم شوي بتزيت. هلأ للحواجب، ما في داعي تعملوهم اذا ما بدكم يعني، بس مرات حلو تعبوا الفراغات يعني. وبس انا هيني فعليا عم بجيب لون فاتح وغامق بخلطهم مع بعض، بس بدكم تلحقوا الشيب الطبيعي اللي عندكم اياه وبس عدلوا عليه شوي، بس لون الفراغات يعني بايد كثير خفيفة. وبحس الباودر اسهل اشي للمبتدئين لانه سهل للدمج يعني، مش زي القلم. اعمل نفس الاشي على الحاجب التانية. هلأ للحواجب رح استخدم زي اي براو جل زي المسكارا، بس هي هيك بس بتساعدني امشط الحواجب. تقدر تنقوا يا اما يكون لون شفاف او انه يكون معه لون، بس هيك بغمق الحواجب اكتر حسب ايش انتو بدكم يعني. بمشطهم لفوق بعدين بظبط الشكل اللي بدي اياه، كمان هيك بضلوا لفترة اطول. هلأ بدي احط برونزر. برونزر بساعدني بس انه اعطي لون للوجه شوي، بس بحط من اللون، بس بشيل الزايد هيك، بس بعطي شوي لون للوجه. انتو عادة بتبلشوا من هاي المنطقة من هون عند الخد يعني، وما تسحبوا كثير لجوا، بس يعني لما تخلص هون وقفوا، بس هيك عم نعطي لون. بس اطلعوا لفوق كمان، بس اعملوا لعند الشعر لبرا. اذا عم تتغلبوا بتقدر تعملوها هاي الطريقة اللي هي زي شكل الثلاثة بالانجليزي هيك. اذا عملناه بس هذا هيك الخط رح يبين مو طبيعي يعني، بس رح يبين خط واحد، فعشان هيك لازم ندمج نعمله مع الوجه الباقي. وبس حطوا لما بدكم اكتر، عشان هيك بنخلي ايدنا كتير خفيفة. وبحس حالي اذا بحتاج اكتر بحط كمان اكتر، بس ما بحطه مرة واحدة. هطلعوا كيف هذا الجهة فرقت عن التانية. هو مبينت التشيك بونز مبينة اكتر، الخد مبين اكتر. وحاولوا اللون البرونزر ما يكون كتير غامق ولا كتير فاتح، يكون شوي بشبه تبع الفاونديشن. طبعا هاي الفرشاية بتكون شوي خميلة، بتساعدني لما افرد البرونزر، بس بتساعدني اوزعه بطريقة صح. لا تكون كتير رفيعة ولا كتير كبيرة. وهاي بتقدر تستخدموها كمان مع البلوش، لانه هذا برونزر غامق فما بقدر احط بهاي الفرشاية اللي هي تكون كتير عريضة، لانه حتبين عندي هيك خطوط ورح يبين بس عندي خط غامق. فبدي اجيب بس فرشاية مسطحة شوي انحف منها، وبس هيك بتساعدني، لانه بس فعليا عم بدمج من خط غامق للفاتح، بس يعني عم بظبط اللونين على بعض عشان هيك بين البرونزر ظابط. يقدر تجيبوا اذا بدكم لون شوي اغمق، بس هيك لنحدد شوي اكتر. بس ايدي كتير عم بتكون خفيفة، فهاي شوي هيك عم نحددها اكتر، ورفعنا الخد وصار الوجه شوي انحف. وعادة اذا ما بتعرف وين المنطقة تعمل عليها برونزر، بس بتكون المنطقة اللي بتنزل عندكم لجوه هيك هون المنطقة يعني. بس شوي بدي احط بلوش هلأ. زي ما حكيت دائما لما نحط باودر بس نشيل الزايد عشان ما يكون كثير في من الباودر تيجي على وجهنا. بس اضحكوا هيك، لما اضحك هيك بعرف وين خدودي فبساعدني اكثر. اذا كثير حسيتوا حطيتوا بلوش او برونزر، بس ادمجوا شوي كمان من السفنجة، ترجع السفنجة تمتص كل الباقي. هلأ بدي احط هايلايتر شوي، بس بحط نقطة قليلة زي ما حكيت، تفرق بس بتطلعوا كل شيء زايد. ووين بنحط هايلايتر؟ بس هاي المنطقة العظمة اللي بتكون طالعة شوي لبرا فوق، هاي القاسية بنحط عليها، بس بقيت كتير خفيفة امسكها بآخر الفرشاي. هلأ بس عم بشيل بالفرشاي، أو بتقدر تنفخوا فيها، بس هي أحسن تعملوا هاي الطريقة، لأن إذا بتنفخوا بيجي بكتيريا وبعدين بيجي على الوجه فمو منيح. وهاي فرشاي كتير نحيفة يعني. وبس عم بفرد بإيد كتير خفيفة، وعم بعمل عند العظمة هاي يعني، ما تنزلوا كتير لتحت ولا كتير لفوق، بس ادمجوا شوي وما تكتروا كتير يعني. إذا حابين تكتروا أكتر كتروا، بس بلشوا بنقطة قليلة بعدين كتروا.
وعادة بلاقي الميك اب اللي بيكون باودر مش كريم أسهل للمبتدئين، لأنه ما بيكون فيه كثير عليكم دمج. يعني الكريم لازم تكونوا متأكدين إنه إحنا كثير دامجينه منيح، ما يبين كثير في فرق. وبس بالفرشاي الزيادة بحطه على المناطق هون، أو بتقدر تجيبوا بس هيك فرشاي أنحف بس عشان ندخل على المناطق الأصغر شوي. هلا احنا خلصنا من الوجه، فرح ننتقل على العيون. رح اجيب نفس لون البرونزر، عشان احنا لما عملنا خدودنا البرونزر هو لون مات، يعني ما في لمعان، فزي ما حددنا هاي المنطقه حنحدد هاي المنطقه كمان. لي هاي المنطقه بلشوا هيك بايد خفيفه، بتدمجوا بهاي الطريقه. فانا لما ادمج بس هيك بفتح عيوني وبدمج بهاي الطريقه بس هيك، فهيك صار في مدى عند العين شوي مبينه مسحوبه اكثر، في عنده هيك تحديد شوي اكثر. هلا للمسكارا ما بتفرق ايش الريش اللي عندكم اياه، حسب ايش انتم بتحبوا اكثر. فبس برمش على المسكارا هيك بيساعدني انه يبين رموشي اطول. بتقدروا تحركوا كمان المسكارا يمين وشمال هيك بينوا هيك اطول واخمل، بعدين بترجعوا بتمشطوا فيهم وبتسحبوا هذا الطرف. فالمسكارا كثير بتساعد لما تحطوا ميك اب يبين في فرق يعني بين هدول العينتين لما تحطوا كمان اي شادو. بتقدر تحطه كمان شوي تحت، فهيك العين هاي بينت واسعة. بس بحرك هيك المسكارا. هلأ خلصت مسكارا، ومرات بكون في عند البنات مشاكل لما نحط مسكارا بيجي على العيون ردي بكون حطين احنا اي شادو. فبس بتقدر تجيبوا بس هاي الممشط الحواجب ومشطوه هيك. بس هذا الأكيد لما تكون لازم مسكارا تكون ناشفة وتكون راحت. بدي ارجع اعيد شوي على الحواجب. لا تنسوا انه هاي الفرشاي كثير بتساعد، هي فرشايتين بس على واحده، هاي فرشاي منحرفه وهاي بس الممشط. بس عم بعبي الفراغ شوي بس ممشط الباقي عشان يطلع كثير هيك طبيعي. هلا بدي اجيب الليب لاينر، وحاولوا تكون نفس لون الليبستيك، بس عم بحدد وعم بلحق اللون الطبيعي. والقلم بيساعدني بس انه لما احط ليبستيك تكون طالعه ظابطه. بس فعليا انا عم بعمل اطار لما عم بعمل لبستك، فبتصير اسهل علي. تقدر تجيبوا هذا اللبستك اللي هو الليكويد لبستك او لبستك عاديه، بس للمبتدئين هاي كثير احسن. واذا بتلاحظوا الليب لاينر هلا كثير ساعدني، بس يعني انا هيني ما عم بطلع لبرا الليب لاينر، واستخدامه هذا كثير اسهل من الليكويد لبستك. وهيك احنا نكون خلصنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا.